السلام عليكم يا شباب. فيديو عن اهم اضافات التحديث الجديد. التحديث الجديد اللي نزل 0.17 بحجم جيجا و 800 ميجا، تحمل من على جوجل بلاي او الاب ستور اي حاجة. التحديث نزل، اول حاجة بتخش على الداونلود، بتحمل الريسورس باك والخرائط والحاجات عشان لو في جليتشات او اي حاجة. بتخش على الداونلود، بتحملها بحجم 855 و 436، حوالي جيجا و 200 ميجا مثلا. لما تحملهم بيديك جوائز صناديق مثلا. تمام، هطلع لنا 2000. بخاخ. تمام، هو التحديث اضاف فيه الديس ريبليل، إعادة الموت اللي بتخش تفعلها من البيزك هنا، هي هتبقى مقفولة عندك، بتشغلها عندك، بتظهر جوه لما حد بيقتلك في الكلاسيك أو في المود الجديد اللي هو الهارد كور. بتفعلها، واليونيفرسال مارك اللي هي زي الرسائل الصوتية زي الانمي زي دول الكلام ده، بتحدد مكانك على الخريطة، بتظهر كده. اشرح لكم عنها في التريننج. تمام، بتفعلها من هنا. وفي سلاح جديد اضاف اللي هو الشوتجن، الدي بي اس، سلاح قوي برضو بالمسافات البعيدة، كويس. سلاح يا شباب الدي بي اس الجديد اللي تم اضافته في التحديث الجديد، هو سلاح شوت جن. هو السلاح بيركب عليه سكوبات، سكوبات ريد دوت هولو، سكوب 3، سكوب 2، اي سكوب ما عدا سكوب 8. السلاح ثابت في المسافات البعيدة احسن من الشوت جن العادي، بس هو ينصح تلعب بيه في المسافات القريبة، هيبقى دامج اقوى من الشوجن. تمام، سكوب 4 بيركب عليه، سكوب 3، الهولو، تمام، ريد دوت، والاوزي. اضافوا الاوزي برضو انه ممكن يركب عليه سكوب الايرون سايت اللي هي بتضرب من اتغيرت، ممكن يركب عليه ريد دوت او هولو. دي اضافة كويسة للأوزي، لان الايرون سايت بتاعه كان صعب انك تضرب بيه وتفتح سكوب وتضرب بيه الأوزي. دلوقتي الريد دوت اسهل بكتير. تمام، وفي اضافة اللي هي يونيفرسال مارك، بتفعلها من تخش على الاعدادات واليونيفرسال مارك تشغلها. هذه الاضافة ممكن تحدد مكان، مثلا تحدد مكانك على الخريطة، مكان انمي هنا. هي نفس الرسائل اللي هي الرسائل الصوتية، انمي زي التو الكلام ده. هنا ده المود الجديد، المود الهارد كور. ده هو شبه نسخة ستيم، ان انت بتاخد السلاح وبتلوب بنفسك وبتعمر، بتعمل ريلود.
من اللوت اللي انت بتلوت بنفسك يعني، ما الاوتو ما بياخدش اوتو. السكوبات حتى اصوات الصوت على اصوات الاقدام والرجلين ما بتظهرش على الخريطة، وصوت اتجاه الضرب حتى ما بيظهرش، بتعتمد على السماعات. تسرب لي حتى بتشتغل.